يا زلمه نقصتني اشبك، انت وين شارد؟ احكي لك شي كلمه لك صحيح. طمني شو صرت لك؟ والله لك يا بعرف ايش ضال لك، ما بعرف، فش الورم شوي بس، كثيرا من الالم وقليلا من الامل. يلحق عليك، انا وصيتك قلت لك ما بتلبس الجاكيت لوقت ما اعطيك اشاره مني، رحت ليك تحمست تصرفت من عقلك يا زلمه. لك عيفني منك ومن الاو تبعك ولون. لك بعرف، سبحان الله، الله هيك شارد بالسما. امبارح كان الجو معكر وبرد بوز، اليوم طلع يا سبحان الله والسماء بتشد كبتون. ايه وزينا السماء الدنيا بمصابيح. وانت الدمستري والله ما بعرفك. عيبنا منك يا بس على قولتك يا ابو شعب، اليوم كاني السماء ضيجه زياده عن اللزوم. شايف مو ابو الله؟ طلع طلع ديك النجمه، اذا تقول بنجكتون. ايه والله. ليش الجنبه عم تشعل وبتطفي؟ سبحان الله. قولتك عجب بدها غيار الفحمات. يا زلمة مش قد بضحك أنا، ما بملاحظ علي كوميديا بدمي. إيه بدمك يا زلمة، مش قدك مايق. لا إيش عم بتعد حيوان حيوان؟ عم بتعد نجوم بطلع لك تالول والمصحف. تالول يا بهلول، من كل عقلك بنصدق لي هالخرافات هاي؟ الله شينا من هالحكي، خلينا نحط شي نسمعه ونعمل لك كاسة شاي أحسن من هالحكي الفاضي كله. لك تقدير رب المراجل واللي بفهمه أنا. ظهر أنس مروان في فيديو مع زوجته أصالة وهو يعلن عن شراء نجمة كهدية لها. دي تفضل على البطل. إيش في خيوه؟ اشترى لها لمرته نجمة. إيش اشترى لها؟ لا إيش ما سمعت؟ قال اشترى لها نجمة. مسنرة؟ لا مشنشنة. بدك تضل تافه وما يمشان أدير ظهري وأندفس. لك خي انت مالك ملاحظ حالك انه صايرة اخلاقك نشيح؟ لسه ما شفت شي لعيونك. تعرف يا بعرف انه هاد الولد فهمان وعرفان القصة شلون عم تترتب وكله بتكتكله؟ يعني ايش شو هديك المرة طلالي بقصة برج خليفة وعمل لي موراها ترند؟ والله صاير لي فيها الاخ تاجر نجوم. حجي فرخ البط عوام والولد فهمان. فهمان من اين تؤكل؟ مين؟ الكتف. لك سيدي حلال عالشاطر، اقسم بالله يا ابو شعبان شعبنا درويش، وبكلمتين بينضحك عليه. لا عمى، لك كانت الناس ما تشتري سمك في المي، عشنا وشفنا الناس صارت تشتري نجوم بالسما. ايه والله. اوف بس شعبنا بحب الاجانب حجي، مثل ما قلت لك. لا عمى، اذا كذبوا الكل بيصدقون الكل، بس انا وانت اذا حكينا شيء سالفه كلنا بوقفوا بوجنا بقولوا عم تكذبوا. صدقت والمصحف الشريف انت بتحكي درر لك ابعاري. كيف تحريماتهم اليوم باعوا النجوم بكره بيجيهم يوم بيعوا القمر؟ لك عم تعملوا مع القصه ولا تقول مال اللي خلفهم يا زلمه؟ بس بدك الصراحه يا ابو شعبه بيطلع لهم. اوف ليش خيو؟ لاني هن اول ناس داسوا سطح القمر. لك يا ابن الحلال ان شاء الله مفكر انت. لك لا تصدق هالسوالف اللي عم بتضحكوا عليك فيها. لك بعرف بعرف عقلك كبير ايش بنك. لك شلون يعني ما اصدق؟ شفت الفيديو بعيني شلون حطوا العلم الامريكي. والله عذرك يا فتى، انت ولد بنضحك عليك بكلمتين. لك يا ابن الحلال، هذا اللي انت عم بتشوفه قصه طلع القمر قد بكذبان ايش بك، لا تصدق. وانت ايش عرفك عدم مؤاخذه؟ كنت معهم يعني؟ كانوا معي. وين كانوا معك خيو؟ بوكالة ناسا الفضائية. قلت لي ناسا؟ ايه بناسا سنة 1965 يا بعارف، اجاني الشغل على روسيا. ايوه. غيار بلاط وتمديدات صحية وتعديلات بقصر الكرملين. يعني بفهم من حديثك تركوا كل الكوكب وما لقوا قصة غيرك. غيري لا لا، انا الف بشعبان المراجل. المهم دخلت عليك على القصر معلم، وحطيت لك الجبر على قصر وليفة بالجمدان، وكنت ايام طول عرض كتاب لعيونك بخوف. ايه. قالوا لي الرئيس الروسي موت ما دخل الا المعهد بدخل بيعمل صيانة قصر الكرملين غير بشعبه المراجل. ليش يا حجي؟ لانه وتعالى بسياسة مخضرم. لحظة اخوي، وين مهور انت؟ لك انت من ايمت كنت تفهم بالبلاط وانا رئيس روسي؟ اسف ابو عارف، قد ما كنت انت انسان صاحبي، لكن في خطوط حمر ما بحسن بقول لك. ليس حط في الخرج. حط في الخرج يا واطي، ذاتا من عينك ما تم البازار. طلبنا يوميتها من الجماعة 3.25 بالمتر، بس الرئيس الروسي من كتر ما هو جردون اكثر من 2.5 روبن ما بتفعل. قلت لي روبن يا روبن هود؟ ايه وايش عملت؟ ما عملت شي، عم نقول لك ما تم البازار. الجماعة شربونا فنجان قهوة وصرفونا، بس يا بعرف في هيك شغلة لفتت انتباهي.
اللي هي لما كنت عم بحكي معه عم بتفقد البلاط والشقشة وين في تنشاي، شفت الرئيس الروسي عم بحكي بالتليفون عم بقول له صار الله على المركبة الفضائية جاهزة مشان نبعته، وخوفانين انه يصلنا الخبر مين؟ الامريكان. لك خويي انت من ايمت كنت تفهم روسي؟ لك ايش بك ابن الحلال، كم مرة بدي اقول لك انا كنت موظف بالسفارة الروسية بالشام وبعرف اترغل لي بكم كلمة، كانوا هنيك مسميني الصياني. لك ارحتني ارحت قلبي، ايش صار معك بعدين؟ بعد ما طلعنا من باب القصر من عندهم فجأة بتصف سيارة يا بعارف بنزلوا منها 16 بني ادم للتامين وبحطوني بقلب السيارة بيعطوني مكان مجهول بيخطفوني. مين دي خطفك؟ CIA. ايه شالوا العصبة عن عيوني يا بعارف وقالوا لي لا تغضب يا شعبان انت بمكان امن، انت ببيت الابيض. بيت الابيض؟ ايه بالبيت الابيض، يعني خرج يكون ببيت المي يا بعارف. ايش وجهك ما ورد كمل لي ابوس روح المراجل. قالوا لي ابا شعبان ما هو مطلوب منك غير تحكي لنا ايش صار معك جوات القصر بالتفصيل. وحكيت لهم؟ ايش رايك عم نقول لك CIA الامريكية ايش بان؟ يا حجي أمريكان ما بلتعب معهم، بدك تحكي لهم طبعا. وكان يوميت الرئيس نيكسون هو المستلم الحكام وسمع السالفة كلها وعرف انه هن انجرادين، وقت اللي حكيت له سالفة انه ما دفعوا لي اكتر من 2.5 مليون. تعرف شو قال لي اياك بيها بعارف؟ قال لي جاكارا فيهم بتروح بتبلط لي وزرة لكل البيت الابيض والمتر ب$4. حجي الامريكان والروس من يوم يومهم حرب مع بعض مثل الكنه والحماي. ايه والله لك حلال عليك رزاق يا مسعد الركاب. لا عيونك معلم، انا شفت كرم الجمال نطحتني البوابه وتذكرت قصه الروس ايش عم يحكوا لنا الامريكان شلون بدهم يزووا. احكي لهم اخوي حلال عليك. قلت له حاج نيكسون من الاخير هدول الجماعه الروس بعد 3 ايام والله في عندهم صاروخ بدهم يطلعوا لفوق على الفضاء بقوا مشان تعرف ترتب امورها. ايه وايش عمل وقت حكيت له؟ اخوي بعرف اخذني هيك بالاحضان لفتيش قال لي يا ابا شعبان لسه في عندنا كمان سطوح البيت الابيض بالدروبه دولارات عجيب. بعد ما كان مبسوط يا ابن الحلال فجاه هيك يمكن لك نطحت البوابه. اين بوابه؟ هلا عم بحكي لك كان واقف على اجري وخبط على الكرسي وبرك يفكر بيني وبين حاله نعم ايش بدي اعمل انا؟ هدول الروس الله بدهم يطلعوا على القمر وانا فتحت على حالي باب ما بقى تسكر حربي على فيتنام. ايه والشعب ضايج بده تحميلات مهدئ. هلا لحظه ابوس ايدك، انت شلون فهمت عليهم كل هالحكي؟ لك ايش بك خيو كان مترجم. التفت علي بعد ما فكر وكان عم فكر معي بصوت حيلي قال لي يا ابا شعبان ايش نسوي يا خاي؟ انا هلا اذا بدي ادق تليفون لجماعه بناسا اقول لهم سووا لي صاروخ بدنا فيه 4-5 سنين بالميتة. يا عين عليك، قلت له واللي بحل لك موضوعك حلك عندي. شلون يعني حله عندك؟ ايش بدك تعطيه صاروخ البوش اللي محروقه فحماته؟ يا زلمة عادي انت قليل طعمي ايش به؟ كل ما بتشوفني بحكي بموضوع بدك تعبصني فيه يفهمنا بعرف. لك يا ابو شعبو شلون بدك تحل لهم هي اذا الجماعة صاروخ جاهز؟ يا عين عليك ابو سراحك، قلت له نفس الكلام يا نيكسون شلون بدك ترتب لي امورك اذا الجماعة صاروخ جاهز؟ تفضل. وقف يا ابن الحلال، زعلت عليه يوميته وبعينه في دمعه قال لي خويي والحل ايش دا اساوي؟ ايه قلت له اذا هن صاروخهم بيومين ثلاثه بيخلصنا عن جماعه بكره بنكون على القمر. طلع فيني قال لي شلون؟ شلون؟ شلون يا بشعبه شلون يا مراجل؟ لمعت براسي ونطحتني البوابه. قلت لهم اتصلوا لي باخوي افار السلحوبه ودقوا لي لجماعه ناسا. ومنو افار السلحوبه؟ ايش بك افار السلحوبه زعيم عنجار نسيته؟ وايش له علاقه بالقصه؟ ايش نسيت انه افار السلحوبه بيشتغل بمال حجر؟ لك ابوس ايدك شرشتني، جرحت لي فؤادي، ايش بدك؟ لك ابن الحلال الله انت بدك العنب اللي بدك النقطور، ليه بتستعجل على رزقك؟ هلا اجوا جماعه ناسا ولا ما اجوا؟ والله الصراحه يا بعرف الجماعه اعتذروا لانه اجاهم ضيوف، طلعت انا لعندهم، من دخلت وقت ما دخلت على ناسا قلت لهم افتحوا لي الاكسكوب على السريع وافتحوا لي على درب الدبانه. دبانه؟ درب الدبانه يا جاهل تعلم، بلشت اتفرج على الكواكب كوكب ورا كوكب لوصلت لكوكب ليبتون. ليش في كوكب اسمه ليبتون؟ الارض عطارد المشتري ليبتون ليالينا والزهره. ما شاء الله عليك ما شاء الله، وانت السيلاني والله. لا عيونك خويي وانا بتفرج لك على الصور ما بزبط معي شيء ولا يطلع لي بوجهي صوره القمر. ما طلعت صوره القمر قالوا لي تفضل معلم وهي ابو فارس سلحوبه صار معك الخط. قالوا مرحبا شلونك ابو فارس؟ وينك انت؟ قال لي انا بالهوتي. قلت له في عندك حجر مش بحجر القمر؟ قال لي انا جنبه. سكرت الموبايل والتفت لك على مدير ناسا يا معلم. لك موبايل مين 1965؟ لك ايش بك بعرف بعرفك زكي بتفهمني على الطاير، عم نقول لك امريكا ايش بك؟ ايه والنبي راحت عن بالي. نعم يا حجي هدول امريكان كل شيء عنده.
لحظة، وأبو فارس منين جاب؟ أبو عارف اتصلوا تصطولي مباشر بمكتب الرئاسة ووصلوني مع نيكسون. قلت له ألو نيكسون، نحن لازم ناخذ أول طيارة نازلة على قطر. إيه؟ قال لي ليش؟ قلت له ننزل لعنيك مشان نعمل مجسم ونصوره. قال لي عندك هوليود. يعني يا أبشعب، الزلمة عم بيحكي منطق. إيه هوليود؟ قلت له ما بزبط معي غير قطر، لأنه قطر معروفة بالمجسمات. قطعنا طيارة معلم ووصلنا لعنيكم، ووصلتنا 40-50 سيارة، وعملت لك جبل صناعي كان أخويك أبا فارس عم صدر لي بالحجر. سبعة ثمان ساعات معلم كنا خالصين، أبدا تقول واقف فوق قمر. عملت لهم قمر لعيونك أخويي أبا عارف. وأنت أبو شعبه مشطح الروس والله. لك أبو اسمع لك، أنا بس والله زعجوني لك يا أبا عارف. خير من ايش؟ لك يا زلمة انه زبطوا الفيلم على 24 وبلفوا فيه كل الدنيا. بالله عليك انت مبلفت فيه، ما صدقت انه طلعنا على الامان. والله للامان اذا الروس مشيت عليهم علي ما ريت مشي. ابو اسمع لك انت معدل. لك يا زلمة طيب ما بدكم تحطوا اسم ابا شعبان المراجل؟ حطوا اسم ابا فارس سلحوبة. خي حطوا اسم الهوت اللي جبنا منه الحجر. بس يا عكروت نجحان معك الموضوع، تقول امر حقيقي يا زلمة. لعيونك خويي بعجبك والله. بس تعرف يا ابو شعبه، على سيرة الهوتة والسلحوبة رجعتني سنين وأيام لورا. لوين رجعت أخويي؟ رجعتك لأيام التشرد. فشر في عينك ولك، أنا إمت كنت تشرد؟ أنا من يوم يومي آغا ابن آغا. أنا اللي بقصده رجعتني لأيام الجيش، لما كنت أخدم بالبحوث العلمية عند العميد حافظ. وهي تصديق لكلامي. صادق أخويي صادق. إيه طبعاً صادق، وهذا الأمر مفروغ منه، بس أنا بخاف أحكي لك ويطرش الخبر من وراك ويصير حرب عالمية ثالثة يا لطيف، وصراع دول غير منتهي الصلاحية. لك لا يا أبا عارف لا، يا حيف عليك يا واطي. أنا هلا صار يتخبى علي، إني ساعتين بارك عم بحكي لك كل شي بقلبي، يا حيف عليك تفوق. لك أنا إيش بريد يا خاي؟ بس بعرف لسانك فلت. ليس هذا يا سيدي، كنت على علاقة حب مع بنته وكنا نموت في دباديب بعض. لك بنت مين؟ لك بنت العميد حافظ. المهم هديك الأيام كان طيرش لك خبر إنه في كوكب بده يضرب في كوكبنا. إيه نعم بتذكر السلفي يا أخوي. لك أبوس نظرك، وصار استنفار كامل عنا بالبحوث، وطلبوا من كل الخبراء اجتماع طارئ وسري في غرفة العميد حافظ. ايه والصاص بقى تخني ايش في؟ وعلى حظي ما كان في ولا بني آدم في البحوث، الكل مدفوس في بيته مفيش وشايفين كل الشغل فوق راسي. يا جبل ما يهزك ريح مراجل خويي، ايش بدنا نساوي؟ المهم بيوميته وصل جروب من وكالة روسكوزموس الروسية جايين يختاروا أرجل وأذكى زلمة في البحوث. ايوه مشان ياخذوه برحلة سرية، وسبحان اسمك يا الله تم اختياري إلي من بين المن موجودين. ربك يا حجي فطن، انت ذكي لأنه اختاروك لك. سبحان اسمه. المهم غمضوا لي عيوني مثل ما صار معك، وأخذوني على سيارة رئاسية وطالعوني فيها. وراي كان في موكب مليان من السيارات حماية لإلي. لك تدللك قوي، إذا أنت ما طلعت سيارة رئاسية مين بده يطلع؟ أبوس روحك. وبعد كم ساعة وصلنا على قصر الدب الروسي، واستقبلني بيومته الرئيس ميخائيل كلاشينكوف. وانتبهت عليه يا أبو شعبه في بعيونه لمعة حزن. يا رضي. قلت له خير إيش بك؟ مين مزعلك؟ مين مزعله خاي؟ عم بحكي لك، خيو مسكني من إيدي قال لي امشي على البرندة نشم هوا ونشرب لنا فنجان قهوة. موجب. قلت له لو ميت نبي ما بتحرك لتفهمني إيش صاير. قلبي على نار يا زلمة. معدل خيو. قال لي بصراحة نحن واعين بمصيبة ومالنا غير الله وانت يا أبو العوارف. قلت له له يا زلمة بزعل منك. قال لي شقد لازمك ولعيونك رقبتي السبابة. لك كفو واصيلة بعارف، من يوم يومك مراجل وكفو والله. لك القصة طلعت حقيقية. قال لي بصراحة في كوكب هاوي لعنا على الأرض حجمه بحجم مدينة موسكو، ولازم أطلع أنا وكم شاب من اختياري يعني مشان نفجره قبل ما يوصل. وشلون بدكم تفجروه خيو؟ جايك بالحديث، هون خطر لي السلحوبة. قلت لهم ضروري أتواصل مع هالزلمة، وبتعرف هذيك الأيام ما في وسيلة اتصال. حلو. قام جابوا لي شغلة هيك قد على ما أذكر كان اسمها خلوي. المهم أخذت هالخلوي وبعثت له رسالة على الواتس، قلت له بتجمع لي كل شي عمال في باب انطاق بتجي لعندي. ليش كان في واتس هديك الأيام؟ عبقال لك وكالة فضاء روسية. وشو مشان فارس منين جاب الموبايل؟
أبو فارس خلال وقت قياسي كان مزروع عندي بالقصر هو ومجموعة من اللي بحبهم قلبك، كرمه وشاكيب وأبو الموت شيوخ الكار بالحفر على الأزمة. حلو. وسمع ورجب جرف وترحيل بالزنبيل. يا سلام. وأبو غدير خبير تفجير. شاعر يا خاي. وطبعاً أبو فارس سلحوبة كان إيدي اليمين في العملية. عملية إيش لك خاي من غير شر؟ هاي أخطر عملية في تاريخ البشرية لإنقاذ الكوكب. وبيوميتها سلموني مفتاح المركبة، يمكن بيجي معها نسختين على ما أذكر، وطفي قالينا دعاء السفر وقلنا يا الله يا رب. بس لوين تيسير الله؟ يعني لوين؟ على الكوكب الهاوي نفجره قبل ما ينزل يفجرنا. ايوه. وبعد نص ساعة ضوئية على الطريق اشتغل الضوء الأحمر وطلع صوت من مسجلة المركبة قالت لي بيومه لقد وصلت إلى الهدف يا أبا العوارف. قالت لك أبو العوارف؟ أبو العوارف قال لهم للشباب نزلوا نشربنا كاسة شاي بعدين نقول الله مباشر حفر. حفر إيش؟ لك حفر الكوكب إشباك لازم ينشطر نصفين مشان نحمي البشرية. ياي الله يقويكم بجهلكم. وبعد 5 دقايق ضوئية من الحفر ربك انكسرت الأزمة. تع حل انكسرت الأزمة؟ هون الحكمة كان لازم تنكسر. قلت له لأبو فارس امشي معي لقلك، وقلت له للشباب طلعوا على الغداء لمن ما نرجع. طلعنا بالمركبة وقلنا الله. لما طلعتوا خايتا يصير الله؟ لك على الصناعة تبعت الكوكب شان نشتري أزمة ونجيب له دخان لأبكرمه دخن كتير الحيوان. وقلت بطريقي بجيب لنا شوية بوارد كزوزات بيبسيات واللازي منه. عداك العيب اخويي موجب لعيونك. لسه ما مشينا من هون ولا سمعت لك عياط على القبضة. ايوه. قايم الدنيا بين الشباب يا لطيف علقانين مع بعضهم. خير ان شاء الله. لك هذا بعد ما رحت من هون الشباب ملوا وقالوا منكمل حفر بايدينا. دخيل قلبه النامسلية ولا طلع له النفط ويورانيوم مشع. ايش يعني مشع خاي؟ يعني اله ضهجة اله ضوية اله صجة. خليني اعرف اكمل حكي يا زلمة. كمل. وفتحت لك كاميرا المراقبة اشوف ايش صاير ولا اشوف لك ابكر ماسك لك شكيب من خوانيه ونزل في كبد. نعم. اقول له هذا الكوكب الي. واطي. المهم قربت الكاميرا زوم اكثر لافهم ايش عم بصير ولا اشوف لك ابكر محيطه سيكارته في تمه والله وكيلك الزرزور ضيهج اكثر من فحمه الارجيله. واطي. وعلى طول الضرب والتدفيش ولا طب الزرزور بنص البير. طب الزرزور بنص البير؟ وقطعت الحبل فينا دك تتمسخر مشان اندفز طلع ما بيتفتح وعيوني. يا خيو ما عم نحكي معك عن جد وقصر بعد التفجير خيو. ما صار شي حساباتي كانت مدروسة صح. الكوكب انشطر لنصفين واحد راح يمين والتاني شمال. علم. بس سبحان الله في شظية من الكوكب طايشة راحت باتجاه الارض. وين نزلت؟ وين نزلت؟ بعين جارة عملت الهوتي. بطل منك النيزك وقصة النيزك من ايه هو ضيقة شوي. ايه ام العوارف خليلي قلبك. ايش يعني عيد حب؟ ما عندي هالقصص انا. لا تفتحي علي بواب الله يرضى عليكي. ده تفضل بدها نجمه. روحي من وجهي. صار بدها نجمه معارف اخوي. هذا اللي كان ناقصنا. وين وصلنا؟ على الهوتي. ايه تذكرت. قلت له ابو التاكسي عن زكاتك نزلني هوتي بروح اكمل مشي يعني بحرك جسمي احسن ما اضل قاعد عدم الشباب. لك انا هوتي هوتي لهنيتي اما لقيت امي من هيك قفل لك ابو عارف ايش المياه. بدنا نقفل ولوش اصلا نعمل قر العالم ملت يا زلمه. تقوم باللي نشحك من هوتي. انا رايح اندفن جوا. طلع يلا يا عندمني اياك تجيب لي الجلطه. تاشي وسخك من هوتي. لك عندمني اياك. La 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 la